فأهلا وسهلا بهذا الضيف الكريم. إذا مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم ينطلق على بركة الله وحفظه هذا الشوط الأول الرئيسي. جائزة هذا الشوط سيارة نقدية رصدت للفائزة بالمركز الأول. إذن شعارات هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ تنطلق متنافسة في هذا الشوط قبل أشواط هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ قبل أشواط الختام. هذه أشواط العمالقة مشاهدين الأعزاء تنطلق على بركة الله. وانطلق قبل قليل شوط الحيل وشوط العمالقة، فلمن ناموس هذا الشوط؟ هجن الرئاسة تتواجد، هجن العاصفة، هجن الشحانية، أقطاب المنافسة تتواجد في هذا المساء، وكأن هذا الشوط سيف مصقر. إذن الجماهير تتابع، محبين هذه الشعارات من كل مكان يراقبون الموقف عن كذب واهتمام بالغ. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة الشوط، هجن العاصفة تتقدم سمحة على المركز الأول لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. المركز الثاني تصل وتتسلل ثقة من هجن الرئاسة مضمر علي بن جميل الوهيبي. الدور دور المركز الثالث وصلت وتسللت مخيفة من هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. ننتقل للمركز الخامس، تصل وتتسلل طواري من هجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران. ننتقل للمركز الخامس وتصل طوع لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. شوط مكتظ بالأسماء ومكتظ بالشعارات القادمة وأقطاب المنافسة. يا سلام يا سلام. إذا مشاهدينا الأعزاء أشواط الليلة تعطي مؤشر على أشواط الختام، على سيف الختام. هذا ما يقوله الخبراء وهذا ما يقوله أيضا السنوات الماضية بأن والشارع الرياضي بشكل عام. الليلة أشواط مهمة للمؤسسات، للمضمرين، للجماهير. نتمنى التوفيق لكل هذه المؤسسات وجماهيرها. مقدمة الشوط عاصفية بامتياز، هجن العاصفة تسيطر على المقدمة على الموقف. الرئاسة تهاجم في هذه اللحظات وتضغط على المقدمة من خلال ثقة لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير. طوع تصل في هذه اللحظة أو طواري لهجن الشحانية على المركز الثالث. المضمر سالم بن فاران الذهبي يتابع طوع على المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم في أول نداء النواعس، النواعس أيضا لهجن الرئاسة يضمر النواعس صالح بن سعيد بن العرج. ومن الجانب الآخر أيضا هجن الرئاسة تتسلل مع الفاتنة بقيادة علي بن جميل الوهيبي. إذا في دائرة المنافسة العاصفة والرئاسة والشحانية، هذه المنافسة المشرفة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. لمن ناموس الليلة؟ لمن أيضا مؤشر الاطمئنان لجماهير هذه الشعارات. ما زالت المقدمة مع سمحة لهجن العاصفة، لهجن العاصفة تسيطر منذ الانطلاق على المركز الأول على هذا الشوط الحساس. أقوى أشواط الحيل الليلة، هذا هو ثاني الأشواط في القوة من ناحية الترتيب بعد شوط السيف. ما زالت المقدمة مع سمحة للعاصفة. الشحانية تهاجم في هذه اللحظات وتتسلل مع طواري، تسلمت زمام الأمور. طواري خطفت المقدمة لهجن الشحانية. معك يا الذهبي، ولكن التخطيط من الظفرة والتكتيك من الظفرة للرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي. بدأ بن جميل في هذه اللحظات برسم الخطط المدروسة لاستنزاف المقدمة وللظفر بهذا الشوط. حق مشروع لكل المضمرين، حق مشروع التكتيك لكل المضمرين. المركز الثالث تصل فيه ثقة أو الفاتنة لهجن الرئاسة، لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في عملية التضمير. المركز الرابع ما زالت سمحة مع العاصفة وهجنها. على المركز الرابع غياث الهلالي في التضمير. ننتقل للمركز الخامس، هناك أسماء مرشحات خلف دائرة النداء، أول القادمات. تصل في هذه اللحظات النواعس لهجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بالعرج. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى ومرة هذا الشوط سريع للغاية. العودة إلى مقدمة الشوط،
وإلى المركز الأول. ما زالت المقدمة حتى هذه اللحظات مع طواري لهجن الشحانية سالم بن فاران في عملية التضمير. الذهبي 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 يقدم طواري في شوط أشبه بشوط الطواري، شوط حساس، شوط جماهيري وشعارات عملاقة للغاية ومؤسسات كبرى تتنافس في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. ما زالت المقدمة مع طواري، شحانية المقدمة، هجن الشحانية تسيطر على المركز الأول بقيادة الذهبي سالم بن فاران، بينما الملاحقة من الظفرة لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي في التضمير. المركز الثالث تتقدم الفاتنة لهجن الرئاسة مع علي بن جميل الوهيبي أيضا، بينما المركز الرابع سمحة لهجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير. المركز الخامس ما زال مع هجن الرئاسة ومع النويعس لهجن الرئاسة بقيادة صالح بن سعيد بن العرج. غادرنا لوحة منتصف المسافة أو نقترب منها قليلا، نقترب من لوحة العبور إلى خط النهاية، لوحة الثلاثة كيلومترات هي لوحة العبور، لوحة أيضا معالم الشوط أين يتجه. ما زالت الشحانية على مقدمة الشوط، طواري ما زالت على المركز الأول لهجن الشحانية. هذه المؤسسة التي أبدعت في هذا الختام وأمتعت جماهيرها، بينما الرئاسة قادمة قادمة قادمة، وأيضا أبدعت الرئاسة في الشوط المفتوح للثنايا واللقاية المفتوح للقعدان. العاصفة أيضا قادمة على المركز الثالث مع سمحة لهجن العاصفة غياث الهلالي في التضمير. هذه النتيجة ثلاثية مشكلة من كل المؤسسات متواجدة على الثلاثة المراكز الأولى، كل مؤسسة لها شعار في دائرة الثلاثة المراكز الأولى، وهذا دليل على قوة المنافسة، وهذا دليل على شراسة المنافسة، وهذا دليل على جاهزية جميع المؤسسات لخوض غمار هذا المهرجان الختامي. المركز الرابع ومن تتسلل النويعس وصلت في هذه اللحظات لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بن العرج في عملية التضمير. المركز الخامس اللي تسللت إلى الرابع تصل خيرة لهجن الرئاسة، يصل بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون يقدم خيرة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس النويعس لهجن الرئاسة صالح بن سعيد بن العرج يتابعها في عملية التضمير. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. ما زال الطواري على مقدمة الشوط، عبرنا لوحة الثلاثة كيلومترات ونتجه أيها الأعزاء مشاهدين الكرام إلى لوحة الكيلوين الأخيرين عن حسم أمور شوط الحيل الرئيسي. شوط الحيل هذا الشوط الذي يسبق أشواط السيوف السيف الذهبي ويسبق أيضا رموز الختام الذهبية، آخر مشاركات هجني أصحاب السموي والسعادة الشيوخ، وآخر ترتيب أوراق المضمرين السادة المضمرين، ومدى اختبار جاهزية وجس النبض لجاهزية الهجن لخوض غمار السيف. نتمنى التوفيق للجميع. يا له من ختامي مثير، هذا الختام وهذا السباق الكبير الذي نشهد من خلاله هذه الجموع الغفيرة التي شهدت هنا في أرضية الميدان فعاليات السباق. ما زالت المقدمة مع طواري لهجن الشحانية سالم بن فاران في التضمير. التسلل على حساب طواري من سمحة لهجن العاصفة العملاقة بقيادة غياث الهلالي. العاصفة والشحانية والرئاسة في معركة مسائية الليلة، في معركة مسائية الشوط الرئيسي الليلة. وين بيروح؟ وين بيروح مع أحدى هذه المؤسسات؟ بالتأكيد بالتأكيد، ولكن من هذه المؤسسات؟ الحظوظ متقاربة ومتساوية تقريبا. المركز الثالث تصل الفاتنة لهجن الرئاسة علي بن جميل في التضمير. المركز الرابع تصل خيرة، تصل خيرة، وصلت خيرة لتلقي بثقلها على دائرة الثلاثة المراكز المتقدمة الأولى. بن زيتون رجل الفنون يقدم خيرة على المركز الثالث، وتحركت أيضا الفاتنة لهجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي. المركز الخامس تصل فيه العاصفة مع مخيفة، وصلت مخيفة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء
كيلو ونصف الكيلو يا مشاهدينا الكرام، إعلان للمضمرين، كيلو ونصف الكيلو عن نهاية هذا الشوط، عن أمور هذا الشوط. ما زالت الرئاسة تتسلل في هذه اللحظات مع الفاتنة لهجن الرئاسة. علي بن جميل في التضمير، طواري الشحانية على المركز الثاني، سالم بن فران الذهبي في التضمير، والمركز الثالث يصل المجازف، تصل الرئاسة مع خيرة على المركز الثالث بقيادة المجازف بن زيتون. المركز الرابع سمحة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي في التضمير. المركز الخامس وصلت وتسللت مخيفة في هذا الشوط المخيف المخيف المخيف، مخيفة لهجن العاصفة مع غياث الهلالي. عودتنا إلى مقدمة الشوط، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المدير، كيلو الناموس، كيلو حسم الأمور، كيلو معرفة البطلة. ولكن هناك أكثر من شعار على الخمسة المراكز الأولى، العاصفة، الشحانية، الرئاسة. أين يتجه الشوط؟ طواري عادت مرة أخرى، عادت مرة أخرى رغم هذه الضغوط التي تواجه طواري، إلا أنها عادت مرة أخرى وعادت أيضا وتسللت مخيفة. العاصفة 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 وتصل في هذه اللحظات مرضية، تصل مرضية. وصلت هذه العملاقة صاحبة السيوف، صاحبة الرموز، هذه البطلة من تشارك في هذا الشوط العملاق الليلة. ما زالت هجن العاصفة على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط ما زالت مخيفة. العاصفة والشحانية والرئاسة، ولكن مرضية 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 قادمة، مرضية تسللت، مرضية خطفت زمام الأمور، خطفت زمام الأمور. مرضية 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 لهجن الرئاسة، تخطف المقدمة، تخطف المركز الأول. سلام يا مرضية، سلام يا مرضية، صاحبة سيوف، صاحبة رموز، صاحبة كؤوس، صاحبة إنجازات، صاحبة عوايد. حيوا هذه العملاقة، حيوها، حيوا مرضية، حيوها. إذا مرضية تختطف هذا الشوط الرئيسي اختطافا لتهدي هذا الناموس لهجن الرئاسة، لجماهير الرئاسة. تهانينا والناموس على فوز مرضية وتألق مرضية في هذا المساء. مرضية الرئاسة تختطف الشوط الرئيسي، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولجماهيرها ولعلي بن جميل الوهيبي من قدم مرضية. وتهانينا والناموس لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان الهيان الحاضر في هذا المساء. المركز الثاني، المركز الثاني خيرة لهجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون. المركز الثالث، المركز الثالث طواري لهجن الشحانية، سالم بن فاران. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع وصلت مخيلة لهجن الشحانية، محمد بن خالد العطية في التضمير. والمركز الخامس، المركز الخامس سمحة لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. إذن كان شوطا ممتعا، كان شوطا مثيرا للغاية، وحضرت مرضية بإنجازاتها المعروفة. 12 دقيقة 11 ثانية 43 جزء من الثانية هو توقيت مرضية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، التهاني موصول لعلي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني اللي وصلت المركز الثاني خيرة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 13 ثانية 29 جزء من الثانية. التهاني للرئاسة أيضا ولمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث اللي ما قصرت حقيقة طواري، قطعت المسافة في 12 دقيقة 14 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية على فوز.